السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ والنهارده جبنا لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده جوازة اوريو لاول مرة في حياته. تمام، اوريو اتجوز لاول مرة في حياته، بس مش هعرف اعرض الفيديو عشان لو في حد مثلا اطفال مثلا صغيرين ولا حاجة بيكونوا عندي على القناة مثلا، مش عايز بس نشوف الكلام ده. تمام، فعايز بس يعني ايه يبقى واضح لكم، بس مش قوي فاهمني، يعني الفيديو مش واضح قوي. تمام، بس دليل ان هم اتجوزوا وازاي يعني، وامتى ميعاد الجوازه؟ طبعا انت متجوز 8 يوم او 9 يوم حيضه على حسب ما هي، ما يبقى لون الدم بتاعها. تمام، وبتسيب الكلب ينطلق عليها يعني يتجوز على طول، هو يتجوز لوحده. انا اوريو اتجوز لوحده من غير اي مساعدات، مع ان في ناس بتساعد. اوكي ماشي، في ناس بتساعد، بس على حسب برضو النتاية والذكر، ممكن قابلين بعض مثلا ووقفوا لبعض وتمام مفيش حاجة، وممكن ذكر بيتجوز أول مرة هيغلبك شوية، ولكن بعد كده إن شاء الله هيبقى طلقة جوازات زي ما بيقولوا. تمام، فخليكم مع الفيديو. الفيديو ما كانش معمول حسابه، فلو التصوير مش قد كده مفيش مشاكل. تمام، يلا خليكم مع الفيديو. خلاص كده بقى، هو يضير ويفضل بقى لازق فيه. الحاجات دي لازم تتصور عشان بتيجي تبيع. احمد اهو اهو يا انت وشك جميل يا عم. اوريو انا عشان لا مش هيفك، بس كده بس انا صور الجواز. على فكرة المفروض ما نتدخلوش، يعني 3 ايام عم صورنا احمد كاس. الف مبروك يا اوريو. اهلا بسعيك يا عم احمد. مبروك يا اوريو. مبروك يا جماعة، مبروك يا رب في عزكم ان شاء الله. وانت بقى عمك احمد احلى بنت. هنيجي نصبحك خد بقى البس ده عشان نبقى صورة دي. وبيجي بقى بقى ربع ساعة. اول ما سبت احمد ما خلاص يا باشا، يلا حبيبي نجيبها بكره بقى تاني. خلاص يا جوازة اوريو ان شاء الله تستنوا الجراوي منهم الاثنين اول ما يتولدوا ان شاء الله، وجراوي بسعر كويس جدا. تمام،